حكينا عملت شنو بدنا نسوي من بعد ما خلصت هيك بمعنى قال هيلي هو قال لي نحن رابيد برشا فبرتني رابيد برشا ما خلصت حتى نصور معناها كان انه مش جاز رابيد مش هو رابيد الجاز هو اللي رابيد فانا بريد تعرف الجاز هو الجاز موش عادي اللي فشل العباد الكل غاديك انا حاضر عليها من الاول وليش ضربوا الجاز هم من الاول هم زعما شدوه خاطر هم ولاد الحومة ولاد حومتهم مش ملعوش جوز كمين بوك وواحدة متاع كي شافوا معناها قربوا ولاد الحومة كل حاجتهم بهذا وحاجتهم بوخت آخر هما وحدة فهمني واحد عنده بامباكس في يده وعنده دبوسة الغاز ضرب ضربة على العباد الكل اختف هذا واختف انا عرفت كلي درت سايب تمشي درت نرجع للكهرباء انا على درت نرجع للكهرباء الرجل معناها توالي هز يحكي يدي خلطت عليه يجبدني ووصلني تعرفنا حسي بيك ليه سمحت انا حاجه صعبه خاطرني نصور يتهموني اني انا كنت معاهم معناها قاعد بهجني فهمنا بالتفصيل بالتفصيل بعد هبط من الكهرباء هبط واحد شد 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 عرفت ما تعرف تشير شو راه بعد عمل لك راجل شد الجاز طف ضرب الناس الكل ضرب ضرب الناس الكل راح مرا بيد تخاف وانا وقت جبت لاباري فوتو باش نصور عمل لك ايه ذاك اش قال لي قال لي نحن قال لي اصحابنا هذوك اللي منعونا من الموت البوب قلت له البوب اللي بيجي قال تختي قال اشاعه ما لا من البوب قلت له اللي قتل لعبه كان بيجي قال تختي يقول القناصة إشاعة معناها البوب هو اللي قتل لعبه فهم شي في قام قال لي لك انت قلت انت مش في ديك الناس راهو مات شفت اي كمل احكي لنا من بعد انت المفيد صارت عركه معناها اون دو مو صارت عركه معناها في الكلام في السلام هم كما من ولاد الحومه كانوا يسكنوا واحد منهم كي جال جات البوليسيه هرب يجري تفجع هرب يجري في الكاه هذيك هما شنو عملوا هما حبوا يشدوه ردت ولاد الحومه تحكي معاهم معايا يدي جون في اسمه نورمال معناها يا خويا راهو اسمانيا راهو نظيف راهو ولاد عاقل جوست بروبليم ومعناها واحد صارت الحكايه لبرا كذاك قالك لي هزين وهزين من هو سمسمي وقفوا بلع فوانت صحيح هزيت ومشيت معناها صحيح هذيك اش حاجتهم هزوهم وقفوا صحيح ضربوهم زاد راهو حتى ولاد العمر ضربوهم اي معناها هذيك امورهم هما واحد اما انا سامحني شنو بروبليم يعني نصور حبس على خاطر هما يلوجوا على اللي يصور جوستومون هما المشكلة سي لور ايماج ايماج نتاعهم دونك تصور